что вот мы и полетали. Видео нашего полета будет прямо сейчас. Смотрите. يعني بعد جدال طويل حسين ما صعد، يعني قال افضل ان هو ابقى على الارض. صعد احمد البطل وانا، وننتظر حاليا سرجيه. مرحبا بالجميع، معكم خالد العامري من قناة صنعاء في روسيا 24. أنا وسرجيه لدينا حلقات من الصيف الماضي، طبعا حلقات صورناها ولم ننزلها. الصيف الماضي صيف سنة 2019 جاءنا شباب من أحد البلدان العربية، وذهبنا صراحة بمغامرات في أماكن محددة هنا في مقاطعة بيرم تحت الأرض، وذهبنا إلى أماكن يعني أماكن صار لها 1000 سنة تقريبا. وآخر شيء طرنا في طيارة صغيرة ذات جناحين ومحرك واحد. صراحة مغامرات. أتمنى أنه تشوفون هذه الحلقات، أتمنى تشوفونها، لأنها صراحة تعكس روسيا الحقيقية. تعبنا جدا، وخصوصا سرجيه تعب بعمل المونتاج لهذه الحلقات، لكن بالنهاية طلعت يعني تمام. ابقوا مع الحلقات، ويا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم اسفل هذه الفيديوهات، وشنو رايكم، هل نكرر هذه الامور مستقبلا ام لا. تابعوه. قبل ان انسى، اهم ما في هذه الجوله كلها، يعني صراحه هذا اللي دعاني لانه انظم هذه الرحله للشباب. هناك رحله جويه يعني في سماء بيرم وبعض المناطق المجاوره، صراحه في طائره صغيره تعود الاتحاد السوفيتي، لكنها طائره يعني محترمه لاربع اشخاص، يعني تاخذ فقط اربع اشخاص. سوف يكون معنا سيرجي، مع انه صراحه يخاف الطيران، هذا الكلام بيناتنا يعني بالعربي. سوف نرى، يعني سوف نرى. نتمنى انه يكون الجو صح، يعني احتمال بكره بعد بكره ان شاء الله، لانه صراحه الجو ممطر هذا الايام عندنا. الله كريم، الله كريم. تابعونا. Ну что, всем привет. Сегодня, как я вам и обещал, мы полетаем. Я еще пока не решил, буду летать или нет. Но самое хорошее, что сегодня погода замечательная. Ну, облака, конечно, есть маленько, но по сравнению с то, что было всю неделю, это очень классная погода. Сейчас. Ребята уже туда ушли. Сейчас посмотрим на поле, на самолет. О, стоит красавец. Сейчас я вам покажу его. Ага. Из ангара его уже выгнали. Сейчас посмотрим. Ребята уже снимают его со всех сторон. Ведут прямую трансляцию. Ага. Сейчас будут садиться. Посмотрим, давайте. Тут самолеты стоят. Так. Самолеты стоят. Красавцы какие. Легкомоторники. Так, за сиденье нельзя наваливаться. Ибо, халик джеддам, лен ты тарф руси. Анвар. Лен ты тарф руси, гай шатак, маш гай гул. بسم الله. تصعد انت قبلي ولا؟ انا يا بطوم ده. Не боись, все будет хорошо. Валла хайф. على الله على الله. هيدا كريم اللي ترسل جيس هذا. يلا. أحمد.
за ручку не نفسي اوكي اركب متجاكه قاعد شنو لا 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 شو لا 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 بس ربط الحزام يلا توكل على الله الواحد لحد كذا انا معك معاك شوفه 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 خليني هم وين يسكر لا 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 والله خلنا انزل خلنا انزل والله والله تقعد اقعد لا لا اقعد وايد تخوف لا ما تخوف اقعد لا لا ما اقدر سوري بس 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 نزل لا لا صعدنا لا صعدنا بطل الاحزاب لا لا قول يلا قول يلا والله ما اقدر والله لا لا قول يلا والله ما اقدر والله ما اجيب لا زبون بس خلاص ليش الله ماشي زبون 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 بس تعال قاعد يمي يعني بعد جدال طويل حسين ما صعد يعني قال افضل انه ابقى على الارض صعد احمد البطل وانا وننتظر حاليا سرقيه طبعا الطيار منعنا يعني من التصوير عند الاقلاع قال هذه بالروسي يسمونها بلوخايا بريميتا يعني هذا حظ سيء لذلك من تطيرون تكونوا في الجو صوروا للاسف ما راح نصور يعني لحظات الاقلاع يعني الطيار هو اعرف احنا صراحه اول مره في هذا الطياره طياره صغيره يعني كانه قاعد يعني في لاده قديمه صدقا يعني والطياره شكلها عمرها حوالي 30 40 سنه يعني ما اقل يعني طياره سوفيتيه شكلها وان شاء الله على الله هذا سيرجي صور وعندنا احمد
على الطيران والهبوط والله الحمد، يعني نحن في نادي بيرم للطيران الرياضي، كما ترون هناك طيران الشراعي والهبوط بالباراشوت. والآن نظرة سريعة على الطائرات الموجودة والتي طرنا في الأولى، هذه الأولى وهي طائرة روسية صناعة 1981، طائرة ممتازة بغض النظر عن شكلها، أفضل طائرة لأنها فيها شبابيك كبيرة بإمكانك أن يعني ترى يعني الأفق والأرض وكل شيء. هذه الطائرة سرعتها كما قال لنا الطيار سرعتها يعني من 140 إلى 150 كيلومتر بالساعة، ارتفاعها بحدود من 500 إلى 1 كيلو، ارتفاعها سرعتها مثل ما قلت 140 إلى 150. طبعا هذه الطائرة أفضل طائرة لأنها تهبط في أي مدرج، في أي مدرج، هو قال لي حتى لو كان في حقل البطاطا يعني عادي تهبط في أي مدرج لأنه العجلات قوية جدا. اسم الطائرة إيفولكا 35A. الطائرة التي بعدها هذه طبعا طائرة روسية، الطائرة اللي بعدها طائرة أمريكية، طائرة أمريكية التي هي 600 142، سرعتها بحدود 180 كيلو، أيضا ارتفاعها تقريبا كيلو واحد. هذه الطائرة، والطائرة التي بعدها أيضا طائرة أمريكية، هذه سرعتها اسمها L4، سرعتها حوالي 200 كيلو بالساعة، ارتفاعها أيضا حوالي بحدود 1 كيلو. الطائرة هذه تتميز، هذه الطائرة الملكية، أنها تهبط حتى في الماء، تهبط في الماء بسبب العجلات المميزة اللي فيها. طبعا هي طائرة بالمناسبة هذه إذا تلاحظون يعني لواحد اثنين ثلاثة لأربع أشخاص، لأربع أشخاص بما فيهم الطيار وثلاث أشخاص معه. هذه الطائرة ايضا لاربع اشخاص، الطيار وثلاث اشخاص معه. طبعا النوافذ اقل يعني. نستطيع ان نقول يعني من يرغب بتجربه الطيران هنا في الاورال وفي مدينه بيرم فاهلا وسهلا به. الاسعار يعني مناسبه جدا جدا يعني وليست غاليه. هنا يحسبون بالساعه، الساعة الأولى لها سعر وبعد الساعة يحسبون بالدقائق، لذلك الأمر جدا مفيد يعني. تجربتنا كانت جيدة يعني ومفيدة. هذا هو يوم الثالث من رحلتنا مع الأصدقاء، يعني كان معكم خالد العامري من قناة صنعاء في روسيا 24. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس والكتابة لنا، ومع السلامة. Ну что, вот мы и полетали. Перед взлетом, перед посадкой, летчик сказал, что снимать это плохая примета, я не стал снимать. Вы сейчас видели съемки уже в самом самолете, снимал Халид. Я честно скажу, я боялся летать, но я полетел. Я полетел. Больше, наверное, я не полечу. Я боюсь высоты, я очень боюсь высоты, и легкомоторный самолет, его очень сильно трясет, очень сильно. После этого я не знаю, кто меня еще сюда сможет посадить, не знаю, но пускай летают наши туристы, им все очень нравится. Да, все, поехали? Им все очень нравится, им понравилось, они снимали, фотографировали. Все было классно. Кстати, Хусейн не полетел. Сел в самолет, взял камеру в руки и вышел из самолета, не полетел. На его место сел я. Вообще сегодня погода, я говорю, погода сегодня удалась как раз для полетов. Погода сегодня для полетов. Вот сейчас парашютисты здесь приземляются. Может быть, я не знаю, завтра, если получится, может быть, будем прыгать с парашютов, но не факт. Я точно не буду.
завтра посмотрим, как будет с погодой, как будет со временем. Вот. Ну, полетали. Ну что, сейчас грузимся в машину и поехали дальше. С полетами на сегодня закончено. Все живы, все здоровы. Впечатлений масса, особенно у меня. Все получилось классно. Oh, 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 oh